الحضور هنا في منطقة ديال سيدي مومن من أجل تقديم المشروع ديال الإنجاز ديال تحويل المياه العادمة بتيطم الليل سيدي مومن سيد البرنوسي. هذا المشروع المهيكل اللي تم الإنجاز دياله من طرف شركة ليداك واللي تم انتهاء دياله من الأشغال الآن راه في طور التشغيل يعني اون اكسبلواتاسيون. هذا المشروع مهم لأن كيمكن من تحويل المياه العادمة ديال يعني كما كتعرفوا من الدار البيضاء كتعرفوا واحد تحول عمراني مهم، وبذلك ليداك كان من الضروري أنها تواكب هذا التحول العمراني، وبهذا تم إنجاز هذا المشروع هذا اللي كيمكن كما قلت من تحويل ديال المياه ديال سيدي حجاج تيطم الليل سيدي مومن وسيدي البرنوسي. الان كما قلت الاشغال منتهيه، بالاضافه الى ذلك كاين واحد الجزء اخر مرتبط بالمياه ديال الشتويه مياه ديال الامطار. هذا المشروع هذا راه تم انتهاء تقريبا من واحد الجزء اللي هو لولو 4 اللي كيوصل حتى لهذا المستوى فين واقفين الان. كاين يعني تقسيمات اخرى تطرلو اللي في طور الاشغال اللي عاد يتم الايصال ديال هذه المياه المطريه على مستوى يعني هذا لو باسان دوراج حوض ديال تجميع ديال المياه الامطار اللي كاين بالقرب ديالنا اللي السعه ديالو 160 الف متر مكعب. بالاضافه انه هاد المياه هذه ان فوا كتجمع كيتم التصريف ديالها تدريجيا للقناه اللي كتسمى قناه اشا، دونك بواحد القنوات ديال التصريف. هذا المشروع كما قلت مشروع مهيكل لمدينه الدار البيضاء. كما كتعرفوا هاد المنطقه ديال سيدي مومان سيدي البرنوسي كانت تعرف قبل مجموعه من النقاط ديال بعض التدفقات المائيه القويه اثناء الهطول ديال المياه الامطار، ولهذا هذا المشروع هذا عاد يمكن ان شاء الله من يعني من الانتهاء ديالو ان شاء الله يمكن من الحد من هذه الظاهره هذه اللي كانت تعرف هذه المنطقه.